ta ta ti ra 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 ri ra ta ri ra 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 حالك ماشي عادي انا والله بك راضي يا حبي انت القاضي ديري ما بغيتي وعدل كيف ما بغيتي تكوني انا نحطك في عيوني وخيجن جنوني على قلبك يغلاسل نور الدين الحوري مواطن مغربي مقيم بلجيكا ابن مدينة الرباط ولد حي يعقوب المنصور بالضبط جينا لهاد البلاد بلجيكا درنا في حياتنا وما هذا ما يمنعش اننا بقينا متشبتين بالوطنيه ديالنا وبحب البلاد نور الدين الحوري كيغني اغاني مغربيه بستيل جديد يعني اللي غيفهموه الشباب ديال الوقت ديال اليوم يعني لا بالنسبه لاوروبا ولا بالنسبه للوطن العربي ولا بالنسبه لبلادي واللي متبعني راه كيشوف ان نور الدين الحوري كيغني يعني اغلبيه ديال الاغاني ديالي فيهم مدح للمراه يعني بصفه عامه كهي ام كاخت كزوجه كصديقه يعني المراه بصفه عامه كتعصبي في دقيقه قلبي ديما كدا يا عمري تمشي لي بالكانا طبعا كانت مشاركة ديالي في ستوديو دوزين برنامج اللي كان معروف ديال ستوديو دوزين اللي كنشكرهم انهم اتاحوا لي الفرصة انني كمهاجر مغربي مقيم بلجيكا اولا بالنسبة للمهاجرين ديال المهجر كامل كنا كنطلعوا على الجمهور المغربي شاركت في ستوديو دوزين في 2006 وبالنسبة للأعمال اللي جاية إن شاء الله كنتمنى أنها تفتح لنا الأبواب باش أننا نظهر عاوتاني بالنسبة للإذاعة ولا بالنسبة للفيستيفال على قلبك يغلاسل مرة فرحانة ومرة مرة غضبانة ومرة مرة كتعصبي الأعمال ديال نور الدين الحوري أول سينجل كنت درت هو الأغنية ديال معلم كوفر عاودتها بطريقة ديالي ديال واحد الفنان المغربي اللي كنوجه له تحية من هنا أول أغنية ديالي رسمية أنت لي مزيانة أغنية ديالي دياموندا ديالي وماشي عادي الاخر الاغنيه اللي درت هي اللي درتها بطريقه ديال الفيديو كليب اغنيه ديالي بلاستيك انت في قلبي علم بي يا سيدي ربي وخالي تعصبي عمري انا ما ان شاء الله راني في الصدد ان شاء الله كنوجد واحد اغنيه شبابيه راي يعني راي شبابي اللي كاين دابا كنوجدها ان شاء الله غادي نسجلها ان شاء الله بالمغرب يعني فيها كلام نقي يعني كلام تقدر تسمع مع العائله وعندي ان شاء الله اغنيه مع واحد الفنان عراقي ان شاء الله فيها اغنيه فيها ثلاثه ديال المقاطع فيها مقطع عراقي ومقطع مغربي ومقطع لبناني ان شاء الله كنشكر كاع الجمهور ديال اميغو 24 اللي كيشاهدونا وكنبغي ننتهز الفرصه ونشكر كاع اللي ساعدني لا من قريب ولا من بعيد لا من الملحنين ولا من كتاب كلمات ولا من اللي داروا لي التوزيع ولا من اللي ساعدني في فلات وورك ولا من ساعدني في الكاميرا يعني في الكليب ولا من ساعدني لا من قريب ولا من بعيد الاسماء تبارك الله كاينه كبيره ما غاديش تتاح لي الفرصه باش نقولهم كلمه كنشكرهم كل واحد كان عنده يعني يد مساعده نور الدين الحوري تسناونا على اميغو 24 الجديد باذن الله يا عمري تمشي لي بالقناه بلاستيك انت في قلبي علم بي يا سيدي